وعندنا كل ما تتمنى ميسي كاباني وحب السوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه ام هم شيتوتو ايه مطعم فيه ايه ام هم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيكي واللي بيقطع عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وديدي تطا مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمع من دنيا الدمع عندنا هنا ملا قلم سامع عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع ما بيشتغلش انت بتقبض يا مرتب يا نسبة طب ايه رأيك بقى من النهاردة مفيش مرتب ومفيش نسبة لان بحساب المكسب والخسارة انت نسبتك خسرانة 15,000 جنيه عاوز ادهم لي بقى دلوقتي منين يا ابي هو لحقت حاجة انا ما قبضتش الشهر اللي فات وهقبضك منين يا اخويا انت ولا هم ما انتوا نايمين في العسل ده انا هعمل لكم مكافأة هجيب مخدة لكل موظف علشان ينام مستريح تقدر تقول لي يا أستاذ مطعم طويل عريض لوجهة كبيرة على الشارع ما يشتغلش ليه؟ السنة من خدمة يا أستاذ لو سمحت على البيئة ممكن أدافع عن نفسي هتبدأ تدافع ما انت نمت واستريحت وحلمت وقيم رفايق بقى وهتغرد بصراحة يا عادل بيه أنا فعلا كنت نايم ومريح شوية إنما كلامك فوقني ظاهرة اختفاء الزبون من المحل بهذه الصورة ظاهرة لابد أن تدرس احنا كنا شغلين نار يا ناس ما كانش فيه ولا كرسي فاضي في المطعم ما كناش ملحقين من الزباين فجأة بح
ولا زبون. راحوا فين الزباين؟ ما تسأل نفسك. واسأل روحك قبل ما تسأل نفسك ايه غيرني. وانا سكت يا باشا، انا بلغت البوليس. ومش كده بس، انا بعت الصور كل الزباين في القناة الثالثة برنامج المفقودين، ونزل صورهم ان شاء الله. وبعت كمان ايه، بعت نزلت اعلان في الجورنال: ايها الزبون الحبيب، عد الى مطعمك. هبل رسمي يا استاذ. قبل ما تعمل اعلان علشان تدور على زبونك وترجعه، اسأل روحك الزبون طفش ليه. يا باشا انا بعامل الزباين منتهى الاحترام، مش كده؟ ولادنا كلهم قمة الذوق وقمة الادب في معاملة الزباين. خلاص ده كلام بقى قديم عفى عليه الزمن. احنا لازم نغير سياستنا، احنا لازم نغير معالم هذا المطعم والاسلوب اللي بنعامل به الزباين. يا باشا مطعمنا مشهور باحلى واشيك سيرفيس في البلد كلها. ها انت ما بقتش فاهم. ما هو الصح دايما ما بقى الصح يا نجاتي، احيانا كتير الصح بيبقى غلط والغلط بيبقى هو الصح. انا عملت تور سياحي على بعض الاماكن الغريبه اللي بتقدم اكل الايام دي، لقيت زباينا واقفين طوابير بشوفهم وانا قلبي بيتقطع، وانتوا هنا نايمين في العسل. زباينا واقفين طوابير في مكان تاني وبياكلوا؟ دي خيانه. جبت اساميهم؟ اساميهم انت ايه راخر يا نجاتي. المهم ان انا عرفت ان زباينا ليه سابونا وراحوا حتة تانية، لأنهم لقوا هناك اللي مش لاقيينه عندنا. الوحاشة، الوحاشة بقت هي الموضة. الناس خلاص اختلفت، مزاجها اختلف، ذوقها اختلف، بقت تسمع أغاني مختلفة. الناس هنا جاتي زمان كانت بتسمع ليلى مراد، دلوقتي بتسمع أم وقف وانت بتكلمني. حاضر يا فندم. يا ابني دي غنوة الناس بتغنيها. في غنوة اسمها أم وقف؟ أيوة. مش معقول لك أنت نايم على ودانك؟ خلاص الزبون اتغير، وإحنا لازم نغير مطعمنا ونساير العصر. نرجع بقى نقول الزبون على حق؟ لا لا يا نجاتي، الزبون دلوقتي بقى على باطل، وإحنا كمان لازم نبقى على باطل زي الزبون. على باطل؟ على باطل يا نجاتي. ويا إما ننجح يا إما نقفل المطعم ده. معقولة نقفله؟ بس لا، احنا مش هنقفل المطعم، احنا هنطور نفسنا ونغير نفسنا ونعمل الحاجات اللي تساير العصر. ايوه بس اللي هي ايه؟ المطعم ده هيبقى ديرتي، واحنا هنبقى ديرتي، ونعامل الزباين معاملة ديرتي. شتتو؟ شتتو اسمه هيتغير، وهيبقى من النهاردة بلاك روين، الخرابة السوداء. يا ابني ايه يا اسلام ده؟ ايه ده؟ طبق صيني وشبك وسكاكين فضه. الله، احنا هنطفش زباين من اولها. اسفين يا مستر نجاتي. والقله دي سليمه ليه؟ كده الجو كده جميل وعظيم. العيش البايت بقى اللي كنا بنقدمه للفراخ هنقدمه للزباين. المهم ان يبان قديم ومعفن قوي. بس حكايه العفن دي عايزه مجهود كبير قوي. انت ده ودود يا نجاة. ايه ده يا نجاة ده؟ ما الجرسونات هيفضلوا بلبسهم المحنتف ده. لا يا راجل، معقوله؟ انا عامل لهم يونيفورم جديد قوي سربرايز، هيلبسوه يوم الافتتاح. والواد ابراهيم راح خد بشله في وشه عشان يبقى المتر. ايه الكائن الغريب اللي قاعد جنب البرميل ده وبيكح؟ انتوا فتحتوها للزباين؟ لا لا لا، ده مفاجأة بقى. انا لقيته قاعد تحت الكوبري يسب ويشتم والفاظ بذيئة. قلت الواد ده بقى ما يطلعش من ايدينا. انا كتكوت، اسحب البنطلون وتعالى. ايوه انا جاتي في ايه؟ مالك الراجل ده عامل معاك لابش ولا ايه؟ ايه ده؟ امسكوا يا نجاتي. كنت بعدين بقى، عيب، احنا متفقين. ماشي كلامك يا معلمه. الله، نجرب بقى اشوف شغل. طب انا تحت الكوبري اي لبش. ايه ده نجاتي ده باين عليه
رد سكون. صنعين انتوا بقى جرسون يبرو عشان يلوش على الزباين. اه تحب تشوف المنيو الجديد؟ او مال مال. اول حاجة هننزل واحد زفت كده مخصوص للزباين قبل الاكل. زفت 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 يعني؟ لا هو ده كوكتيل بس اسمه كده في المنيو. هو عبارة عن مية طرش معدنية عليها شوية تمر هندي حامض وبعدين شوية مكسبات طعم بقى وأصانص عشان يدي ريحة البيض الفاسد. حلوة قوي 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 يا نجاتي. أهم حاجة يا نجاتي المعاملة. عاوز الولاد الجرسونات بتوعنا يسيئوا جدا معاملة الزبون على الله يكونوا استفادوا من الدورة التدريبية اللي أنا عملتها لهم. انت جايبانا فيه ده؟ انت انتي حكيت لي عليه قلت نيجي تجرب. مرنم ما تبقيش خليقه، يعني من بين كل الاماكن اللي رحناها في مصر هو ده اللي عجبك؟ زهقت يا وائل، عايزه مكان جديد. طيب ما بقتش طالبه ديسكوتاكس والبابز والحاجات اللي بنروحها. اف ملل. ده منظره بيئه أو... هو ده المطلوب. تعالى بس نجرب. وحياتي وحياتي نجرب ايه؟ نجرب ايه؟ هنقعد في خرابه؟ اصحابي قالوا لي عليه ما تبقيش غتيطه يا ولدي. بليز بليز بليز. حلو موت روش طحن. شفت الزحمة؟ شو قلت لك؟ الجو هنا يجنن، اتموسفير يهبل. يا مامي شايفة الجرسونات بيبصونا ازاي؟ إلا ما في حد عبرنا. يا عم انت بتبسسوا ليه؟ بتبسسوا ليه؟ مفكروا كلب ولا قطه قدامك عشان تبسبس له؟ ايه يا عم انت شويه مالك؟ ايه ده انت هتغشم عليا؟ هتغشم عليا؟ بس 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 انت كنت بتحاسبني بس. في ايه يا عم؟ بتلخص عايز ايه في يومك اللي مش فايت؟ عايزين ناكل. ما انت غايه تاكل وما انت غايه السينما. شوفهم يدفعوا ايه يا سعيد؟ اوعى كده. امسك المنيو اهو، ولو كان اهاليكوا علموك قروب هشوف تعبط لك دعمينك واجي لكم. والله دمهم خفيف موت. ايه ده؟ ايه ده؟ بتضحكي على ايه يا عن ستك؟ خلاص بقى يا مرنان. عايزين اتنين مكرونه بولونيز وفليه واتنين فليه. ولازم الفيلم اللي انت عامله ده ما تقول كده من الصبح. يلا اتنين زفت واتنين قطران وواحد زباله دوب. لا يا متر احنا طالبين اتنين مكرونه بولونيز واتنين فليه. يطلب ايه وطالبين ايه؟ هو ياكلكوا على مساكه وانت بقى تحط لسانك في بقك وتسكتي. انتوا لا عارفين تاكلوا ولا اهلكوا علموكوا ازاي تاكلوا. الاكل اللي غيركوا تاكلوه وتدفعوا البقشيش وبس ولا ايه؟ خلاص اللي تجيبه تجيبه. عجبك الاكل يا ند؟ بصيت هو ده عالم مجانين رسمي. بس والله ظرفك فكرتهم تجعلني. تعالى لما اتكلم شويه اقول لها. الو هاي يا شوشات ازيك؟ سمعت عن المطعم اللي بيغشموا فيه على الزباين؟ ايوه برافو عليكي الخرابه السوداء. لا مش لوحدي معايا ولا انا. اه ايه يا عم انت مفيش اسف حتى؟ ضاربين موت بس ستايل طحن. فكره هايله ومطرقعه يا عادل بيه. الزباين مليين المطعم ومش عايزين يمشوا. طب والولاد الجرسونات عاملين مع الزباين ايه؟ منتهى قلة الأدب والسفالة. ما وردتش على جرسون في تاريخ المطاعم. عشان تعرف الدورة التدريبية اللي عملتها لهم عملت ايه فيهم. عايزين ناكل عايزين ناكل. محشي في محشي اغرف لك ولا امشي؟ مية مية. يالا كل على مهلك. يالا ما تاكلوش في بيوتكم. كل في اكل ذاتك. يالا على مهلك على مهلك. والمواعين دي مين اللي كل فيها؟ مش انتوا؟ ومضيها بنفسك وحطها في الدش واشر ولا هنغسل وراكم كمان. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما
عامل ايه؟ بلف سجارة. في ايه دي؟ بتلف سجارة وانت في الشغل؟ اه، وبشرب بانجو. في حاجة دي؟ انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ تعرف انت بتكلم مين كده يا سافر؟ ايه؟ فاكرني زبون؟ يا عم انا بتفرقش معايا، يا عم انا بكلم التخين هنا كده، وبعدين شغلتي هنا صايح صايح. الحيوان ده هو بيهزقني انا هنا كده. كنت طيب ومعفن، وبعدين الراجل شاف شغل اهو. بقول لك ايه، شد حيلك، ترابيزه سبعه، عريس وعروسه عايزين يحلوا وعايزين فواكه، طالبين اتنين فاروق صلاح، هات لهم كيسين زباله. يلا كيسين زباله، بقولك بيهزقني. عادل بيه ده ازفت واسفل جرسون عندنا. انت عارف ان في زباين بيطلبوه بالطلب عشان يخدم عليهم ويهزقهم؟ ما هي قله ادب دي اللي مخلينا ماسكين فيه بايدينا واسناننا. لا 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 يا نجاتي، انا ما بقتش قادر استحمل السفاله اللي بتحصل في المطعم. احنا قلنا لهم يقلوا ادبهم على الزباين مش علينا. الولد ده لازم ينطرد فورا. انت حمار يالا. لساني خد على قلة الأدب من كتر الشغل، وعايز حضرتك عارف ما احنا كنا بنتعامل بمنتهى الأدب ومنتهى الذوق، ما حدش عبرنا، لأن الصياعة وقلة الأدب هي اللي ماشية، ربنا فرجها علينا، هنتبطر بقى على النعمة. أقول لك إيه، حياة أمك إيه؟ سوري سوري، سينكيوز مي، قصدي حياة مامتك إيه ده، وخلينا ناكل عيش. نجاتي، إزاي يا نجاتي؟ إن الصياعه على كبر صعبه شويه. ولا صعب ولا حاجه، كل الحكايه انك تتروشن شويه. روشن شويه ازاي يعني؟ انا بتقطع على مين يا لوكا؟ انا عايزك في مهمه مهمة جدا، لأنها طحين. طحن يا نوجة؟ طح؟ هي طحن يا نوجة، تعالي اقعدي. خير؟ شوفي بقى، عادل نور صاحب المطعم ده شريكي. اشمعنى؟ معرفش، بس هو كده متجمد، مش قادر يطور نفسه، مش قادر يتمشى مع الجيل الجديد. يعني لا حد فاهمه ولا هو فاهم حد. ما تهردوه على سايكايتريست. لا، انا لغتي ارماني مش الماني. ده بالانجليزي يا نوج، يعني دكتور نفسي. لا نفساني، اصلا مش مريض اساسا، هو بس محتاج انه يتعلم شويه روشانه. يعني وانا هعمل له ايه يعني؟ روشيني يا منون، روشيني روشانه من روشه. ما تروشينه انت. لا انا لسه محدث روشانه، يعني هدوبك بلحق روشن نفسي كده شويه وانا في الحمام. وانا هستفيد ايه بقى لما روشينه؟ انتوا الجيل الجديد كده مفيش حاجه لله، لازم حاجه قصاد حاجه. طب يا ستي، هعمل لك خصم 50% في الخرابه دي مدى الحياه. ها، نظير الخدمه الجليله اللي هتقومي بيه. ايش يا نوجه؟ هاي جاي، وايه الخنيقه اللي انت لابسها دي؟ ايه ده؟ مين حضرتك؟ انا مرنا. في حاجه؟ مرنا، اهلا وسهلا يا مرنا. قوموني. اولا تعالي برا المكتب كده عشان ابص عليك. بس الله 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 الله، في ايه؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ بيئه بيئه يعني، جاكيت وكرافات وحاجه تقرف. وايه المكتب اللي انت قاعد عليه ده؟ طقم جلد كمان؟ وفرق شعرك ده ليه؟ ها؟ مين زعلك عشان تفرقه كده؟ أنا نفسي أفهم حضرتك مين وعاوزة إيه بالظبط؟ عاوزة قلبك. هعوز إيه منك يعني؟ أنا جاية روشنك وأخليك شباب، ده أنت اللي عاوز مني. شعرك مسلسل ما ينفعش. أنت بتعملي إيه؟ أنت عاوزة إيه بالظبط؟ يا أبو فرق، ودقنك اللي بدعمها تحت الكوبري دي هتطلع وتتنفس وتشوف الحياه. اوعى اوعى تكون من الناس اللي بيستحموا مرتين في اليوم ويحطوا بدل وش مفرخ.
شوفي يا آنسة، أنا في غاية الاندهاش من تصرفاتك. ما تقولي يا للهولة أحسن، طريقتك القديمة في الكلام دي بطلها، ما ناقصش غير أنك تقولي صدقيني ومتضايق. لا، أنت شكلك كده هتتعبني معاك. ده قاموس الروشنة، النسخة لسه جايه من أمريكا طازة. روشنة بالإنجليزي؟ نو إن عربك، بس أنا هفهمك، هو اتجمع هنا واتطبع هناك، بس it doesn't matter. أنت تاخده وشوف بقى وريني هتقراه. أنا مش بس بقيت بحب الروشنة، أنا بقيت عاشق للروشنة. تقصد روش تحني دي؟ أيوه هي تحني دي، دايماً بنساها بس مش هنساها بعد كده. قولي لي أمال فين وائل اللي كان بيجي معاكي؟ لا خلاص كت، مفيش وائل، إيده سكته. السكك؟ طيب عقبال ما يدكك. طب وهيثم اخباره ايه؟ هيثم خدعني خدعه كبيره قوي. خدعك؟ لا قولي لي خدعك ازاي يا بنت؟ ارجوك يا عادل مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. لا ايه ده المواضيع الكبيره دي؟ خدعك ازاي؟ قولي لا دي مواضيع انا ما اسكتش عليها ابدا. اتكلم. انا قابلت هيثم في النيل، كنت قاعده باخد تاي وكنت لابسه نظاره كانت بيبي بلو. عدى عليا قال لي هاي، قلت له هاي. انت اي حد يعدي عليكي في النادي يقول لك هاي تقول له هاي؟ ما هو ده عادي في النادي. اه ده عادي في النادي. وبعدين ما انكرش اني اتشددت، ولد روش وامور، وبعدين لما اتقابلنا صدفه واحنا بنرسم التاتو حسيت ان القدر بيحطنا قصاد بعض. ترى التاتو هو هيثم بيرسم خوار اخر تاتو، وفي ظرف اسبوع بقى هيثم صاحبي. انتيمك يعني؟ نو صاحبي، البوي فريند بتاعي، لحد ما اكتشفته على حقيقته. اولا اكتشفت انه مش عضو في النادي، وانه بيدخل النادي من غير كارنيه عشان مصاحب واحد من افراد الامن. تصور مصاحب فرد امن. ثانيا طلع مستكن في الزمالك زي ما كان بيقول، طلع ساكن في مناطق شعوائية. قصدك عشوائي؟ ايوه وطلع ساكن في حتة اسمها ابو طاطا ابو عتاتا. كل ده بقى كان ممكن اخبره لحد ما عرفت المصيبة الكبيرة. ايه هي المصيبة الكبيرة؟ طلع اسمه عرفة. عرفة؟ انا احب واحد اسمه عرفة، اسم بيئة. وده ليه علاقة بوزارة البيئة؟ واضح انك مش بذاكر الدكشنري كويس. لاند تقولك بيئه يعني بلدي، ورحت له قلتها له في وشه اتس اوفر يا عرفة، ات واز ماي فولت، كل شيء بينا انتهى. ولما قلت له كل شيء بينا انتهى قال لك ايه؟ قال لي كلام فظيع، كلام بيئه. تصور يا عادل، قال لي كل واحد ينام على السايد اللي يريحه. ما بالها ما بالها، ألم يعجبها الأكل هنا؟ حبت واحد بيئة، بس الحمد لله ربنا كشفه لها بسرعة. معليش. نجاتي الحقي يا نجاتي، في واحد سيبوني هناك بياكل بالشوكة والسكينة. شوف مين الجرسون اللي نزل له الشوكة والسكينة واتبعها. أعصر فيدو عاوز يبوظ لنا النيو لوك بتاع المطعم.
ايه ده؟ انت يا مواطن لو سمحت، انت ايه دخلت هنا ازاي من غير حجز؟ من باب الاستاف، الراجل اللي عداه بره اتحيلت عليه فصعبت عليه فدخلني. بس المحل مليان مطعم زي ما انت شايف، وفي مكان فاضي في الحمام جنب البديل. لا حضرتك فهمتني غلط، انا بدور على شغل. جرسون يعني؟ اي حاجة يا فندم. جد في وقتك، فعلا محتاجين جرسونات عشان احنا في موسم الزبالة دلوقتي. يلا كده لطش نفسك وبقى نفسك وابتدي يلا على طول. انا متشكر فندم، متشكر قوي. بطل شغل السهتانة ده والمهو. لا زلك راجل، عايزين رجال، عايزك تخبط رجلك في الارض تطلع نفط. ماتي تعال. امور يا فندم. استنى استنى، دي حركه هايل بقلب السودة دلوقتي. انا زبونه هنا وعارفه الاشكال دي. بقول لك ايه، عندكم اكل ايه؟ اللي سعادتك تأمري بيه. الله، ايه الحكايه؟ انا تحت امر سعادتك وفي خدمتك. انا جايه هنا عشان تعملي المعامله دي؟ انا جايه هنا عشان اتهزق. هو انا زعلت حضرتك في حاجه؟ فين مدير المحل ده؟ فين المدير؟ ايه يا بنت انت بتزعلي ليه؟ فين الجرسان بتاعك عمال يسبل لي بعيني وناقص يحبني كمان وناقص يطلب يبوس ايدي؟ ايه ده؟ انت اتجننتي؟ يلا جرر مخك حاجه؟ عملت ايه للزبونه؟ ولا حاجه يا بنت، من الصبح بقول لهم تحت امركم في خدمتكم وهم ليهم ساعه ما طلبوش حاجه. انت جديد هنا؟ انا اول يوم النهارده. اول يوم باين عليك عبيط وخالع. لا يا حبيبي، الشغل ده ما ينفعنيش هنا، بره انت مرفوض. يلا اتكل على الله. انت انا يا صايعه، انت انا عميلي انا. تعالى شوف الزبونه المعفنه دي عاوزه ايه. ايه عايزين ايه؟ ما انا عايز حاجه يوم ياخدها. وبعدين دي منظر زباين، دي كاتكم الغم. كلهم هنا كده. جيت مره انا والواد طارق هنا وكانوا هيمدوا على الرجلين. لا بس ايه، واخدين الموضوع جد خالص، هما بيضحكوش. بقول لكم ايه، تيجوا نكلم الواد مخرج ونجيبه على هنا وناخده على مشامله. الو. ايوه يا مخ، بقول لك ايه، احنا هنا في الخراب. طيب ماشي، مستنين. يلا باي. انت بتكلمي ليه؟ ده تبعك. تبعك ايه يا حبيبتي؟ ليك انت متجوزه عرفي؟ انت مالك؟ انت ازاي بتكلميها كده؟ ها؟ ازاي؟ انت تفهميني؟ تكلميها بعد كده، تكلميها عادي، اوكي؟ يا جدع حاسس كده الواحد صغر 20 سنة لقدام. احنا ما كناش عايشين. انا جوت بس عايز اغير كده، حاسس كده برضو ان في روشنات جديد نزلت، عايز اعمل نيو لوك جديد. سمعت ان في كذا لوكة نازلة في اللوك الجديد عندك، يعني لموزة حاجة او فكرة معينة؟ يعني بفكر اشيل الاروانة دي واحط بطيخه كده شعر، ها، واجيب وداني لقدام وافرد السوالف والزق سكسوكه بني وارش سبرايه تركواز. لا يا نجاتي، تقليدي قوي الكلام ده. انت في حاجه في راسك الجديده دي معينه؟ الله، ايه ده؟
دي مرنان بتعمل لي مس ديكور على فكرة، البنت دي بقت انتمتي قوي. ايه ده؟ انت مفيش حد غيرها هي دي بس يعني؟ لا لا طبعا، في غيرها تسعة بس. الله، انت الشغل واخدك قوي للدرجة دي؟ ليه يعني انت ما انت كام لغاية دلوقتي؟ انا ماشي مع فصل بحاله في جامعة شباب الطحن اللي في 6 اكتوبر. انت دخلتها من واسع يا نجاتي. طب وقول لي بقى عامل ايه مع الست لوتس مراتك؟ لا لوتس هي ما انا حلقت لها خلاص. بس تعرف يا عادل فكره حلوه قوي قوي اللي انت ازاي يا راجل قدرت تجذب هذا الجيل من الشباب في الخرابه بتاعتنا. ها الامونيا يا عادل بيه استكتوهم بالاستك. اه عملت كام لغايه دلوقتي؟ 42,000 مقفولين. حلو، قولي على الترضية تتكل على الله. شفت يا نجاتي؟ الفكرة الحلوة لما بتنجح الواحد بيبقى مبسوط. دي مش جانياصة، دي فانياصة، أنت لقطتها إزاي؟ يا نجاتي العالم دلوقتي بقى مليان صراعات وكوارث طبيعية وبشرية. الناس عايشة في توتر على طول، الشباب ما استحملش، الشباب تمرد على المألوف اللي بقى كله رياء وكذب ونفاق، الشباب غرق نفسه في غير المألوف وافتكر ان هو بيجدد وبيعمل جديد، مع انه في الحقيقة هو هروب، هروب يا نجاتي. تاري نوجا عادل. تعالي بنتي تاري، تعالي. ايه تاري اللي انت جايباه معاك كده؟ مسحوق غسيل؟ يطلع مين تاري ده؟ ده طارق انتيمي. انتيمك؟ امال انا اطلع ايه؟ You're just a friend، واحد من اصحابي. هو انت كل يوم ليك انتيم جديد؟ انا غلطان، غلطان ان انا صدقتك وسمحت لنفسي اني انتمك. بقول لك ايه، انت هتعمل فيها عبد الحليم؟ انزل من على وداني، انا مش طالبه معايا طقم حنان خالص. ولا اقول لك يلا يا طارق نشوف مكان احسن من ده نقعد فيه. على فكره انا مش همسح نمرتك عشان لو حبيت تكلمني. اوكي نوجا باي. ستاند باي. ايه يا راجل يا عدول، انت هتتصدم بجد يا راجل؟ بعدين ما يهمكش، هما كده كلهم كده، كلهم لهم انتيمات، انا شخصيا كل ما اعرف واحده يطلع لها انتيم وبطنش. العرق سوس، العرق سوس، العرق سوس، العرق سوس، العرق سوس الحامض، العرق سوس الحامض. ايه ده؟ ايه اللي فندي اللي جاي عايز يتميت ده؟ مؤاخذة يا فندي، هنا القرابة مش عمر مكرم. أنا مش جاي أعزف حد، أنا جاي آكل. مش هنا مطعم برضو؟ اه بسم الله ما شاء الله. بقول لك امسك دول بقى كده عشان المؤاخذه بقى عليا ليله ليله طويله. يعني انت جاي تاكل ولابس لي بدله وزكيت ومتأنتك فيها على الاخر؟ ايه ده؟ ايه الخنيه اللي انت خانقها؟ ايه ده؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله يا مجنون ده؟ يلا كركت، الزبون ده مضايقك في حاجة ولا مؤاخذة؟ مش عاوز ياخد بأدب. أدب إيه يا عمنا؟ لا إحنا هنا مش بتوع أدب، لا مؤاخذة تتهزق وأنت ساكت. وديني وإيماني لأوريكم كلكم. تورينا إحنا؟ اعبطوني. إيه؟ أي 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 والله أنا شمع لكم بالشمالة. أنا مفتش السياحة. سيبوه. أنا بهرج، أنا برمي. قرب 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 كل انواع الكبدك. ايه معانا اسكندراني منو في شيتوتو؟ الكبد شيتوتو لعيلة العرب. ايه معانا؟ ماشي حبيبي، حلوه عجبتك؟ ما شاء الله، حط اتنين بقى منو في على حسابه. هنا عملت ايه مع بتوع السياحه؟ دخت ايه بعد؟ دخت يا نجاتي دخت.
بوست على دماغ الراجل وعلى ايده علشان يلغي قرار الاغلاق مرضيش. انا برضو كمان زودناها قوي يا اخي، قعد تعبط في الراجل تعبط في... مش دي افكارك يا سيدي؟ هو كان باين عليه انه راجل مش ديرتي وعمره ما هيقبل المعامله ديرتي. اهو ربنا سهل بقى، في الاخر قدمت له التماس انه يخلي قرار الاغلاق قرار مؤقت. يعني انت مش لغيته عندنا كبده تجن، لغيته اديته المعلوم ونيمت الموضوع؟ بقول لك مش ديرتي، الراجل مش ديرتي، ده اداني درس في الاخلاق، قال لي مش عيب عليكم تبقوا ناس ناضجين بالشكل ده وتدفعوا الشباب الصغير انه يعمل حاجات بطاله زي اللي كانوا بيعملوها في المطعم. هات من الاخر خلصنا، يعني هنفتح المطعم ولا هنشوف لنا شغلانه تانيه وعليه العوض في 6%؟ المعامله هنا كاش، مفيش مخدرات ببلاش، قلناها 100 مره ما بنشككش، واللي معهوش ما يلزموش، احنا مش من بقيه اهاليكم. انت خدت واحده وادي التانيه، يبقى الحساب كله 40 جنيه دماغ بالهنا والشفا. دماغ بالهنا والشفا؟ انت ايه اللي بتهببه ده؟ ايه لا مؤاخذه، في حاجه حضرتك؟ حاجه انت بتبيع حشيش للزباين قدام مطعمي؟ يا عم مش انتوا قلتوا شطوطوطو يعني كل حاجه مباحه؟ ايه اللي ده؟ ايه اللي ده يا سافر؟ يلا كل واحد يجيب اللي معاه، كل واحد يجيب اللي معاه. هات انا هبلغ البوليس. فين الموبايل؟ لا 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 لا، بوليس ايه؟ بوليس يعمل معروف؟ هتجيب لنا كمان بوليس المخدرات؟ مش كفايه شرطه السياحه؟ اسمع علي، خد بعضك واتكل على الله واقعد تحت الكوبري بتاعك، مش عايز اشوف وشك تاني هنا من المعروف. مش هنا وبس، اي ناحيه تانيه ما تعتبهاش. ماشي ماشي، انا همشي عشان خاطر الراجل الطيب اللي عمل لي منظر ده، بس على الله على الله حد فيكم يعدي من عند الكوبري. امشي حيوان. معقوله؟ معقوله يا نجاتي قدام مطعمنا احنا يا نجاتي يتباع مخدرات وندمر الشباب؟ مش انت اللي قلت اقلبها ديرتي؟ انا قلت نقرب من الشباب من الجيل الجديد ونعرف افكاره ونصير الموضه، بس مش للدرجه دي يا نجاتي. ما هو ديرتي يؤدي الى مزيد من الديرتي. انت مثلا جرب لو نزلت في بلاع هتشم ريحه ايه؟ انا بفكر في نقله تاريخيه كبيره. اسطر يا اللي بتسطر. اسمع يا نجاتي، تبعت دعوات واس ام اس على الموبايل لكل زبائننا من الشباب. خارجين في حاجة؟ بس حضرتك ممنوع الخروج. ليه؟ احنا في قسم ولا في سينما؟ يا فندم الإدارة منع الخروج. مش عايزين نقعد، هو بالغاز؟ لو سمحت لو سمحت اهدوا شوية، اهدوا يا جماعة واسمعوني. هو في ايه؟ هو في ايه؟ اسمعوا بس، انتوا ما تقدروش تنكروا ان احنا قعدنا معاكم وسمعناكم. جه الوقت بقى عليكم انكم تسمعونا شويه. احنا لما فتحنا الخرابه وانتوا جيتوا وبسطتوا عندنا، كان غرضنا الاساسي ان احنا نقرب منكم ونعيش معاكم. وجه الوقت بقى انتوا كمان لازم تقربوا منا. من هنا ورايح المطعم هيرجع زي ما هو الاول، زي ما انتوا شايفين هتاكلوا لقمه نظيفه وتتعاملوا معاملة نظيفة وتسمعوا غنى نظيف. بالأمر يعني ولا إيه؟ لا لا لا، مش بالأمر، كل حاجة بالإقناع. مش عايزين. طب ادوني فرصة، أنا كل اللي عاوزه منكم ساعة، ساعة واحدة نقعدها مع بعض، وبعد الساعة ما تخلص هنفتح الباب على الضفتين. اللي عاوز يمشي مع ألف سلامة، واللي عاوز يقعد أهلا وسهلا بيه. أهم حاجة في الساعة دي
نطفي كلنا الموبايلات وكل واحد يقعد في الحتة اللي تعجبه. واسمعوني بقى علشان هسمعكم حاجة يا رب تعجبكم. انزل يا ابني بالأطلال. طب اذا مبسوطين كده من الاغاني دي ليه ما بتسمعوهاش دايما؟ احنا نسمعهم فين يعني؟ ما احنا بنسمع اللي بيقدمه لنا. بس الكلمات حلوه والالحان تجنن. لا وكمان في غيرهم كتير، عبد الوهاب والصنباطي وسيد درويش وفايزه احمد وكارم محمود وعبد العزيز محمود، ومن الجداد كمان في ذكرى وعلي الحجار ومحمد الحلو. انتوا ممكن تسمعوا دول وتسمعوا كمان الاغاني بتاعتكم، بس يا ريت تختاروا منها الاغاني اللي تستحق انها تتسمع فعلا. موافقين؟ موافقين موافقين موافقين. ما دام موافقين فاداره مطاعم تشيتوتو يسعدها انها تقدم لكم النهارده اكل نظيف ببلاش، وكمان هتسمعكم اغاني نظيفه وبرضه ببلاش. تشيتوتو تشيتوتو. مبروك يا نجاتي، العمليه نجحت وما كسبناش ولا مليم. كسبنا جيل كامل يا نجاتي، جيل هيرجع تاني للأصالة.